فكرة إنك تنجح في المقابلة الشخصية ده شيء مهم جدا بالنسبة لك، وهتكون الخطوة اللي تنقلك لمرحلة أفضل في حياتك العملية، سواء كنت بتبحث عن وظيفة أو بتحاول تغير مكان عملك الحالي. مبدئيا كده أي صاحب عمل أو أيا كان اللي هيعملك المقابلة هيتمنى يلاقي فيك مهارات وصفات الموظف الناجح، وهنحاول نلقي نظرة على بعض المهارات اللي لو كانت موجودة فيك أو قدرت تقنع بيها صاحب العمل هتنجح في المقابلة بنسبة كبيرة جدا. أول حاجة هي مهارة التواصل، بمعنى أنك تكون مستمع جيد للشخص اللي قدامك ومركز في كلامه، وده علشان تعرف ترد كويس إذا سألك خلال المناقشة اللي دارت ما بينكم. حاول ترد بثقة مهما كان الشخص اللي قدامك وبلاش تتوتر، وخلي بالك أن انطباعه الأول عليك هو اللي هيدوم معاه. لازم كمان يشعر أنك عندك رغبة في التعلم، وغالبا هيسألك عن مستواك في اللغة الإنجليزية، وفي الحالة دي هتقول له أنك بتحاول تطور من اللغة بتاعتك في الوقت الحالي وبتمارس كمان اللغة بشكل يومي. حاول بقدر الامكان تفهمه انك مهتم بالموضوع ده جدا. طبعا صاحب العمل في وقت المقابله هيحاول يديك مشكله ويقولك حلها لي، مبدئيا كده اوعى تقول كلمه مش عارف، حاول تفكر في اي حل. هو طبعا متوقع انك مش هتقوله الاجابه المثاليه، لكن هو مستني منك المبادره. وده في حاله لو اشتغلت معاه، هل لو واجهت مشكله هترجع له ولا هتحاول تحلها بنفسك؟ كمان هيحاول يعرف اذا كان عندك قابليه انك تمسك اكتر من مهمه في وظيفتك ولا لا، حتى لو كانت في بره مجال عملك. طبعا اوعى تقول لا، وده لانك كاتب في السيرة الذاتية بتاعتك انك ممكن تشتغل تحت ضغط. هو ده بقى الضغط، انت عندك النت مفتوح ممكن تتعلم اي مهمة او تكليف هو بيكلفك بيه، ومع الوقت طبعا هتاخد خبرة في المجال. فاوعى اوعى مطلقا تقول لا على اي حاجة ممكن يكلفك بيها حتى مبدئيا. فعلا صاحب العمل بيحب دايما الشخص الكرياتيف، الشخص اللي يكون مبدع وعنده افكار، وكان ستيف جوبز بيقول نحن نوظف الاشخاص حتى يخبرونا ماذا نفعل وليس ليعملوا ما نخبرهم به. فياريت تكون مطلع على مجال الشركة علشان لو سألك ايه اللي ممكن تقدمه لي في ساعتها هتعرف تجاوب. حاول ما تتكلمش كتير وترد دايما على قد السؤال علشان ما تغلطش. حاول ما تضحكش وخليك جد، وخليه يحس انك مهتم جدا بالموضوع وانك ممكن تقدم شيء مميز لو انت تقبلت في الوظيفة. واي حاجة مكتوبة في السيرة الذاتية بتاعتك تأكد تماما انها تكون موجودة عندك، علشان لو سألك عليها ومعرفتش تجاوب دي هتكون نقطة مش في صالحك. في النهاية بنقول انت سلعة بتحاول تسوق لنفسك صح قدام صاحب العمل، يعني لو كان عندك مهارات تانية هو ما سألكش عنها فلازم تقوله عليها، لانها دي الفرصة الوحيدة اللي هيعرف فيها كل حاجة عنك. توفيق ان شاء الله، ونشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.